الرسول صلى الله عليه وسلم عفى من الجماعة عن قاتل عمه حمزة. عفى عن مين؟ عن قاتل عمه حمزة في غزوة أحد. حمزة كان فارس بدر، فهند تحرر يعني تربصت به وأدرك له واحد اسمه وحشي، واحد اسمه ايه وحشي، قتل عم حمزة وأكلت كبدة، فنزل قول الرسول زعل، فنزل قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأما الرسول قال ايه؟ قتلوا عمي لأقتلن 70. يوم ينزل قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو واحد قتل يا محمد، هو واحد غير واحد. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال صبرت يا رب ويعفو عن وحشيك ويدخل الاسلام. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. كان كافر مشرك، لما الرسول عفى عنه اصبح مسلم ودخل في ميادين الجهاد وقاتل في حروب الردة بعد وفاة رسول الله، وقتل مسيلمة الكذاب. فبعد أن قتل قبل قتل حمزة، ثم عندما دخل الإسلام قتل مسيلمة الكذاب، أعلم قائلا: قتلت خير الناس وشر الناس. خير الناس حمزة وشر الناس مسيلمة مدعي النبوة. إخواني عليكم بالصفحة، عليكم بفتح صفحة جديدة قبيل رمضان. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك قبل وفاتها، فالذكر للإنسان عمر ساري. ولو أن إذا منا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا منا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من المقبولين في رمضان، واجعلنا من الفائزين في رمضان. آمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً.